ده ماكدونالدز في تايم سكوير. وبعدين شوف بص 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 شوف الفرنس ازاي موجوده في تايم سكوير يا اخوانا، يعني مش معقوله كده فاهم. الصراحه حاجه مقرفه جدا 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 دي امريكا طبعا. ده تايم سكوير، اللقطات دي حصريه مع ايده مراد، ما حدش هيجيبها لكم غيري. يعني ان انا عدسه كاميرتي مصممه اللي هي تصطاد الفران في حيثما وجدت. بس هو الصراحه في فران كتير في نيويورك، يعني عشان الناس اللي ما تعرفش لما تيجي ما تصدمش. يعني ده قدام ماكدونالدز اللي في ال 47. طيب ده كله انا حاجه تقرف والله، الواحد كان عايز يشتري حاجه عشان يتسحر بيها، وبعدين يلاقي الفريم والقرف ده. بس ترامب شاطر يبعت الفلوس الحلوة. ماشي، ايه كل يوم سبسكرايب بس بتاعتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. وعادت الزبالة جت بسرعة، كل جديد وغريب وظريف ولطيف ومخيف وشريف في نيويورك. انا خايف اصلا يطلع لي فاريا كل عشان ما ازيعش الفيديو ده، بس احنا هنذيع من كل حاجه، احنا هنذيع من كل انت شايفين الراجل اللي متعلق بيه لوحده ده، متعلق بيه لوحده. ماشي، ريتكم لهم سبسكرايب للصفحه بتاعتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف وشريف في نيويورك. ماشي.